وقف اطلاق النار بالمرحله هاي هو لصالح النظام الروسي، على عكس تماما ما العالم يفكر انه هو لصالح الشعب او لصالح تركيا. هو حاليا وقف اطلاق النار حمى المناطق اللي سيطرت عليها قوات النظام مؤخرا، خاصه منطقه سراقب وكفر نبر. هاي المناطق ما عاد نحن يمكن نشوفها اذا ما رجعت المعارك من اول وجديد ورجعت الفصائل صارت تقدم من اول وجديد. اما بخصوص الفيتو في مجلس الامن، صراحه من 9 سنين لهلا اول مره ترتفع ايد معنا، على غرار انه كانت كل مره ترتفع ايد ضدنا. الفيتو الامريكي الاوروبي خلينا نسميه هو لصالح الثورة غير المصالح السياسية. وقف اطلاق النار انا ضده طبعا، طبعا هو ما بيلبي طموحاتنا ابدا، نحن في بالنا انه تصير مفاوضات على المناطق اللي احتلها النظام مؤخرا، ما هو على المناطق هسه اللي عندنا بده يصير قال تسييب دوريات تركية روسية على طريق الانفور اللي هو معنا، طبعا انا ضده قولا وفعلا. بالنسبة لاجتماع مجلس الامن امبارحة، طبعا هو الاجتماع لصالحنا لانه ما تصادق على القرار عن طريق مجلس الامن. انا ضد وقف اطلاق النار لانه وقف اطلاق النار هو عباره عن تهجير للسكان، ووقف اطلاق النار لازم يكون في عوده امنه للناس حتى تحسن ترجع على بيوتها وتستقر. اول مره بيكون فيتو هو لصالح الشعب السوري، لكن ما شفنا شيء تطبيق على الارض. متأمل إن شاء الله خير إنه ترجع السكان على بيوتها أكيد نحن ضد قرار وقف اطلاق النار كونه بيصب بمصلحة قوات النظام. القرار كان وقف اطلاق النار، النظام راح يحافظ على المناطق الجديدة اللي أخذها، وبهي النتيجة راح يكون في أكثر من 1 مليون إنسان هن مهجرين نتيجة الحملة الأخيرة، هاي العالم ما فيها ترجع إلى منازلها. بالنسبة لقرار مجلس الأمن امبارحة، نحن مع القرار كون القرار السابق هو ما بيصب بمصلحتنا، ممكن لأول مرة كان قرار الفيتو ما راح نقول بيصب لمصلحتنا لكن يكون لصالحنا. هلا بالنسبة لوقف اطلاق النار، الوقف هذا اللي عم بيصير كله لصالح النظام. النظام بيتقدم بياخذ مناطقنا، بياخذ مدننا، بياخذ بلادنا. بعد ما ياخذ بلادنا بيعملوا وقف اطلاق نار بحيث انه النظام يرجع يضبط جيشه ويضبط اموره ويرجع بياخذ مناطق. ووقف اطلاق النار نحن ما هو لصالح الشعب السوري نهائيا. دائما النظام هو المستفيد من وقف اطلاق النار، دائما النظام بياخذ مناطق على حسابنا، على حساب الشعب. هذا الشعب وين بده يروح؟ فضل محل الشعب يروح عليه. على اساس ايش نحن مانا عم نفهم وقف اطلاق النار؟ يعني ليش كله لمصلحه النظام؟ لمصلحه النظام كل ما تقدم بتعملوا وقف اطلاق نار، بنرجع لوقف اطلاق النار بيرجع بعد فتره بيرجع بيحشد بيرجع بياخذ مناطق. يعني اخر شيء ايه والشعب هذا وين بده يروح؟ 6 ملايين شخص موجود حاليا في 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 المناطق المحرره، هذول وين بده يروحوا؟ راحت مناطقهم وين بدهم يروحوا؟ لوين يعني؟ واخر شيء لوين يا دول؟ بس فهمونا لوين، يا امريكا يا 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 تركيا. طبعا نحن ما هو املنا عليكم ولا اعتمادنا عليكم، اعتمادنا على الله رب العالمين. بس بقى نحن عم نقول الله سبحانه وتعالى بلكي بيجعل منكم سبب او يصير فيكم ذره نخوه او انسانيه انكم ترجعوا هالناس لمناطقها ونخلص من هالنظام المجرم، النظام القاتل. وانتم قاتلين اكثر منه لانه انتم معه، لو ما يكون معه ما صار هذا الشيء وما قتل كل هالشعب، ما قتل كل هالعالم. هي جلسه مجلس الامن مثل اي جلسه، بس هي اول مره بحس الشعب السوري انه هذا الفيتو لصالح الشعب السوري، والله اعلم ايش في من وراه.